السعودية تعلن وصول الزبيدي والبحسني إلى الرياض عقب تصريحات عيدروس عن إعادة هيكلة مجلس القيادة. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وصل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي وفرج البحسني اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة رسمية من المملكة. وأقال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي إن رئيس المجلس الزبيدي ونائبه البحسني وصلا إلى الرياض للقاء عدد من المسؤولين السعوديين وممثلين عن الدول الراعية لعملية السلام في إطار الجهود التي تبذل من قبل المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة للدفع باتجاه إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن. وتأتي زيارة الزبيدي للسعودية عقب تصريحات له ألمح خلالها على أن مبدأ المناصفة لم يعد منصفا لأبناء المحافظات الجنوبية المسيطرين على أرضهم، ولن يقبل المجلس الانتقالي بهذا المبدأ. وتشهد محافظة حضرموت تحركات خطيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد انضمام عضوي مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وفرج البحسني إلى رئاسة الانتقالي. وكانت السعودية قد استدعت عدد من الشخصيات الحضرمية إلى الرياض، ومن المتوقع أن تسفر تلك التحركات عن اتفاق جديد بين المكونات الحضرمية والمجلس الانتقالي المنادي بالانفصال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.